وفارس بقدم واحدة. ايه الحكاية؟ هو طفل عاش صعوبات كتيرة في سن صغير جدا، اسمه محمود سامح. أصيب محمود بسرطان العظام، عافانا الله وإياكم يا رب، في سن صغير. خاض أكتر من 50 عملية للعلاج، وانتهت رحلة علاجه للأسف ببتر ساقه. الحقيقة إن كل ده ما قدرش إن هو يحبط محمود أو يخليه يتخلى عن حبه للحياة، وقرر إنه يتعلم الفروسية. في شهور قليلة جدا بقى أول فارس بساق واحدة في مصر. ومش بس كده، لا ده حصل كمان على المركز الأول في مباراة نهائي بطولة الاتحاد لترويض الأحصنة بعد 9 شهور بس من التدريب المستمر. الفروسية قدرت إنها ترجع لمحمود ثقته بنفسه وبقدراته، وتفرغ طاقته في رياضة جميلة وممتعة. وفوق كل ده عرفته ان قيمة الشخص مش بشكله ولا بلونه ولا بأي حاجة ولا باللي فقده، ولكن بقيمته وعزمته. الحقيقة الفروسية زمان عند العرب والمسلمين كان ليها قيمة كبيرة جدا جدا، والكان فيهم فارس كان دايما بيلقب بالشجاع وبالمغوار وبصفات جميلة جدا. الفروسية عرفتها حضارات وثقافات كثيرة جدا، لكن اللي يعني بقى بارع فيها جدا هم العرب والمسلمين. وشفنا كمان مقولة سيدنا عمر انه اوصى ان نعلم اولادنا السباحة والرماية وركوب الخيل.